اسفين مش عاملين تسجيل. طيب لو كانت البروبلم انه عدد فرص الفوز، شو بكون الافضل لي؟ الخمسة. الخمسة صح؟ طيب من وين اجت الخمسة؟ من وين اجت الثلاث؟ من وين اجت الخمسة هون؟ يلا ليش اجى القيمة هون خمسة وهون ثلاث وهون خمسة؟ طيب نشوف عدد المربعات اللي مش مكانهم، القيم اللي مش مكانهم، الاثنين مكانهم مقارنة بوين؟ بالجول ستيت. الاثنين مكانه؟ لا، هاي واحد. الثمانية مكانه؟ لا، هاي قد ايش صار عندنا العدد؟ اثنين. الثلاثة بمكانه؟ يس. والأربعة بمكانه؟ يس. والخمسة بمكانه؟ يس. الواحد بمكانه؟ لا، هاي ثلاث. الستة بمكانه؟ لا، هاي أربعة. والسبعة مش بمكانه؟ خمسة. طيب هون ليش إجا القيمة ثلاث؟ لأنه ثلاث وأربعة وخمسة وستة وسبعة هايهم كلهم مكانهم مقارنة مع مين؟ مع الجول ستيت. عندي الاثنين والثمانية والواحد مش بمكانهم. طيب هون كمان مرة ثانية ليش اجت خمسة؟ ثلاثة وأربعة بمكانهم مقارنة بالجول، يس. السبعة بمكانه، يس. البقية الخمسة والستة والواحد والاثنين والثمانية مش بمكانهم، طلع عندنا القيمة خمسة. طيب لو استخدمنا هيورستيك ثاني sum of distances out of place شو معناته؟ ليش طلع القيمة ستة هون؟ ليش شون أربعة؟ ليش شون ستة؟ شو يعني هذا الهيورستيك بنو على بناء على إيش؟ طبعا هذا كله بالشابتر اللاحق ان شاء الله راح نحله مع بعض، بس بناخذ عنه فكره. شو هذا انبنى على ايش يا شباب؟ شو معناته هذا الهيورستيك؟ عدد مجموع الحركات اللي لازم اعملها حتى يكون ايش؟ حتى يكون كل رقم بمكانه، يعني الاثنين مش بمكانه، قديش بده حركات حتى يكون بمكانه مقارنة بالجول ستيت؟ طبعا واحد. الثمانية كم حركة بده حتى يوصل بمكانه؟ يلا يا شباب الثمانية كم حركة بده حتى يوصل بمكانه؟ حركتين. حركتين، إما هيك هيك أو من هون لهون. قديش صار عندنا مجموع الحركات؟ ثلاث. واحدة للاثنين واثنين للثمانية ثلاث. طيب الواحد كمان بده حركة، هاي أربعة. الستة بده حركة، هاي عندنا قديش؟ خمسة. والسبعة بده حركة، طلع عندنا الجواب إيش؟ ستة. طيب بهاي الحالة ليش طلع عندنا المجموع أربعة؟ يلا يا شباب بالستيت الثانية الاثنين بدها حركة والواحد ممتاز، بده حركة والثمانية حركتين أربعة، والبقية هذول بمكانهم بصفر بدهم حركات صح؟ طيب وهي ليش طلعت بدها ستة؟ نفس الطريقة، الاثنين بده حركة صح؟ والثمانية كم حركة؟ حركتين. والباقي كل واحد حركة 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 بيطلع لنا ستة. طيب حكينا أسوأ أنواع الهيورستيك فانكشن اللي انبنى إنه يكون لهم نفس القيمة كلهم، ليش؟ زي الاحتمال الثالث. ليش يا شباب؟ ليش مثلا هون؟ لأنه هون كان واضح عندك شو بنختار بين الثلاث حالات؟ الحالة بالنص بالهيورستيك الأول حسب الهيورستيك فانكشن الأول. بالحالة الثانية حسب الهيورستيك الثاني شو كنا نختار كمان؟ الحالة الثانية إنه أفضل. طب هون شو بدي أختار؟ إذا كلهم نفس القيمة سواء كان صفر 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 ولا مية 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 ولا واحد واحد واحد، شو الأفضل لي؟ شو الأفضل لي؟ ما ببينش ببينش. هون بنرجع كأنه بلايند سيرش، راح نيجي له المحاضرات القادمة على طريق سيرش أعمى، بعرف إنه هاي الحالة أفضل، يعني في أي مؤشر يدلني أو أي اتجاه إنه هاي الحالة أفضل من هاي الحالة أو هاي أفضل من هاي؟ لا، لأنه لهم كلهم نفس القيمة. طيب هل هذا الهيورستيك شو معناته؟ ليش إجا كله صفر؟ ليش طلع قيمه صفر؟ ليش طلع؟ ليش طلع عندنا القيمة كلها صفر يا شباب؟ يلا يا شباب ليش القيمة عندنا صفر؟ طيب هل في عندنا مثلا دايركت تايل ريفرسلز؟ شو المقصود فيها؟ مثلا عندي هون بالجول ستيت واحد اثنين، هل في عندي حال اثنين واحد يعني معكوسات؟ لا. هل في زوج معكوس يعني هون عندنا واحد اثنين، هل هون في عندنا اثنين واحد؟ لا. مثلا هون عندنا سبعة ستة، هل في زوج عندنا كان ستة سبعة؟ لا. طيب ليش ضربها بكونستانت اثنين؟ لأنه هاي أصعب إشي،
راح تكون عندنا. مشان هيك بده يكبر الحالات، يعني اذا في حاله بده يعطيها قيمه اكبر. واضح يا شباب؟ واضح؟ واضح شو المقصود فيها هون؟ هل في عندنا زوج مثلا هون واحد اثنين، هون كان عندنا اثنين واحد، لو هون واحد شو بيطلع الجواب؟ لو هون واحد شو بيطلع عندنا الجواب؟ يلا يا شباب شو بيطلع عندنا الجواب لو هون واحد؟ محل الثمانية. بالحالة الأولى لو محل الثمانية واحد شو بيطلع عندنا الجواب؟ اثنين. اثنين. كم زوج عندنا؟ واحد، صح؟ دايركت تايل ريفيرسلز، في عندنا واحد، هي هم مختلفات مع هون، في اثنين اثنين، طيب ليش ضربها باثنين؟ سؤالي ليش ضربها بكونستنت اثنين؟ ليش؟ ليش ما حكتب لك نمبر اوف دايركت؟ لانه بحكي لك اذا كان في عندنا، يعني مشان يحكي لك انه هاي الحالات من اصعب الحالات حلها، مشان هيك ضربها بكونستنت مشان يكبر الرقم. واضح يا شباب؟ يعني اذا في عندي مثلا هون واحد اثنين مثلا، وعندي هون ستة، بالحالة هون هون ستة سبعة، وهون واحد اثنين مثلا، اثنين واحد، هون قديش عندنا عدد الأزواج؟ اثنين، لما أضربها باثنين شو بطلع عندي؟ أربعة، وهون واحد في اثنين اثنين، بدي أول يعني مشان أعطيها ويت أكثر بدل ما أحكي اثنين واحد، لا مشان يبيزك إنه هاي الحالة أفضل بكثير من هاي الحالة. وضحت شباب؟ وضحت؟ وضحت؟ اسمع منكم يا شباب، واضح؟ واضح دكتور. طيب نكمل. هلا في عندنا شو بتعرف عن الترافيلينج سيلز مان بروبلم؟ كونك ماخذ الجوريثم، شو الترافيلينج سيلز مان بروبلم؟ مش ماخذين الجوريثم شباب؟ شو الترافيلينج سيلز مان بروبلم؟ الترافيلينج سيلز مان بروبلم عندك مندوب مبيعات بدي يبلش من مدينة ويزور كل المدن ويرجع للمدينة اللي بلش منها بأقصر مسافة. طيب هاي البروبلم مستحيل تنحل بالطرق العادية. لو حكينا أي بروبلم إلى حل بالخوارزميات العادية فيش داعي للاي اي، صح؟ طيب هلا هاي البروبلم عبارة راح تأخذ تايم كومبليكسيتي ان ماينس 1 فيكتوريا المضروب، وير ان شو الان بتساوي نمبر اوف سيتيز. يعني لو عنده مندوب مبيعات بده يزور خمس مدن قديش بيطلع التايم كومبلكسيتي؟ قديش بيطلع عندنا التايم كومبلكسيتي؟ أربعة مضروب، صح؟ أربعة في ثلاث في اثنين قديش عندنا كم احتمال له؟ 24. لو زادوا لو زادوا من الخمسة عفوا لو حكينا بده أربع مدن بيطلع عندنا الجواب ايش؟ 24. لو بس ضفنا مدينة خمسة قديش رح يصير الاحتمال؟ قديش بيطلع التايم كومبلكسيتي؟ 120، 5 مضروب. لو مدينة سادسة قديش عندنا؟ 720. لو مدينة ثامنة اضرب 720 في 8، فالرقم عندنا ايش؟ بتزايد بشكل سريع جدا. هاي من الأمثلة على ايش؟ ان بي بروبلم ولا شو؟ شو هاي الأمثلة على أي بروبلم؟ انتم ماخذين الجوريثم شباب ولا لا؟ سامعيني شباب؟ شباب دكتور. طيب اخذتوا بالالجوريثم ترافلينج سيلز مان بروبلم ولا لا؟ والان بي بروبلم لا ما اخذنا. طيب اخذتوا كيف التايم كومبلكسيتي عندنا مثلا من كونستانت افضل شيء، كيف بيزيد مثلا للبولينوميال تايم، نون بولينوميال تايم انه هي الافضل، الاكسبوننشال تايم كيف بيصير؟ يعني هلا لو عندنا البيج او ايكوال ان، هي الافضل ان ولا ان سكوير عندنا يطلع؟ طبعا الان دكتور مثلا عندنا مثلا 1000 مدينه، لو زدنا كمان 10 شو بصير؟ 1010. بينما ان سكوير شو راح يطلع؟ الرقم كبير جدا، صح؟ فأسوأ حالات عندنا انه يطلع عندنا 2 باور ان مثلا، او اي شيء، او ان فيكتوريال، او ان مثلا الى اخره، صح؟ هاي ليش عندنا بصير نون بولينوميال بالتطاير، يعني اكسبوننشال بزيد الرقم. الامثله على الان بي انه يعني لو بدنا نحلها راح تاخذ وقت طويل جدا، مستحيل نحلها. فمشان هيك عملوا ايش؟ تكنيكس. مش 100% راح يطلع الجواب دقيق، افضل شيء. حكينا هل دائما الاي اي بيعطينا جواب 100% صح؟ مش بالضروره، صح؟ عملوا تكنيكس حتى يعملوا يقللوا السيرش كومبلكسيتي. من الامثله على هاي البروبلم برانش اند باوند،
أو النيرست نيبر. خلينا نأخذ البرانش أند باوند، بده حكي كثير وشرع كثير، بس نأخذ النيرست نيبر اليوم. طيب شوف عندي كيف هاي البروبلم، هاي المدن كلها موصولة مع بعض، انسى هاي انه دايركتد، هي مش دايركت بس هاي السوليوشن باث، هاي المدن موصولة كلها مع بعض. لو بدنا نختار سوليوشن باث، انه كم مدينة عندنا هون، كم مدينة، هاي مثلناها على شكل جراف، كم مدينة عندنا؟ بلا شباب كم مدينة عندنا؟ أربع مدن، أربعة، خمسة، A و B و C و D و E، صح حكينا كل سيتي بنمثلها على شكل نود، عندي خمس نود صح؟ والواصل بيناتهم هاي ليش سميناهم edges، هاي عبارة عن weighted graph. طبعا هون الحراسمينه مش انه directed، لا هاي solution path. هسا بنشوف كيف اجا. طيب لو بدنا نحله على nearest neighbor، شو يعني الA موصولة مع مين؟ بدي بلش من A ويزور كل المدن، هاي الفكرة، ويرجع للمدينة A بأقصر مسافة، هاي the traveling salesman problem اللي عندنا. بدي بلش من المدينة A city A ويزور كل السيتيز ويرجع لوين؟ لا A. nearest neighbor شو بيحكي لك؟ الA واصلة مع مين؟ لد لاحظ الA واصلة مع ايش؟ الA مع الE صح؟ مع البي الA واصلة، ومع السي هاي حكينا كلها undirected graph، مش directed بس هون solution path اللي مرسوم عندك موصولة مع الD. وين يبلش؟ ياخذ الE ولا البي ولا السي ولا الD؟ وليش nearest neighbor من اسمه شو يعني اقرب جار للA؟ شو اقرب جار للA؟ الاي كان بده 75، البي 100 صح، السي قديش بده؟ 300 صح، واضح ال and so on صح. طيب اخذنا اقرب جار للاي اللي هو ايش؟ الاي. طيب الاي نفس الطريقه واصله مع البي، واصله مع السي، واصله مع الدي، شو يختار؟ دي الدي. شو اقرب نيبر للاي، اقرب جار للاي؟ الدي صح. طيب هلا الاي معناته روحنا من اي لاي، ومن اي لوين؟ لدي. تمام. طيب سؤالي الدي واصل مع ايش؟ مع البي والسي، شو بيختار البي ولا السي؟ بي. بي لانه 75 والسي 100. طيب السي هلا زار كل المدن صح، صح، بده يرجع لوين؟ زرنا الـ A، من رحنا من A إلى E، من E إلى D صح، ومن D إلى B، ومن B إلى C، هلأ وين بده يرجع؟ على A. على A. طيب هلأ هل هاي أفضل طريق؟ هاي حسب الـ إيش؟ nearest neighbor. هاي حكينا شو الهدف منها؟ نعمل reduce the search space the time complexity، بدل ما أوجد كل الاحتمالات اللي عنا. مثلا عنا هون بالبروبلم اللي عنا، عنا خمسة فيكتوريا راح يكون خمسة ماينس واحد أربعة فيكتوريا، عنا 24 احتمال. هون طبعا مش صعبة كثير، بس لو كان الرقم كبير راح يطلع الرقم عالي جدا، بدل ما يأخذ عملنا هاي أخذناها. طيب هل هاي مثلا أفضل طريق تعتقد؟ لا. طيب كداش التوتال كوست عندنا كلفت؟ بس نشوف من A لأي قديش؟ 75 صح؟ قديش مشي مندوب المبيعات؟ وبعدين مشي 50، هاي 125، و75 200 صح؟ و50 250، ورجع ب300 550 أخذت معه. طيب لو مثلا أخذنا احتمال هيك نجرب مع بعض، لو رحنا من A لبي قديش عندنا؟ 100، ومن B لسي 150، ومن C لدي 250، ومن دي لا اي 300، ومن اي لا اي من لا اي 375 صح. فهذا افضل من نيرس نيبر. حكينا هل هاي 100% راح يعطينا الجواب صح؟ لا. حكينا هون فكره النيرس نيبر شو كانت، والبرانش اند باوند تكنيكس حتى ايش نقلل السيرش كومبلكسيتي صح. طيب افترض كان عندنا مثلا 10000 مدينه مثلا، وبدنا نوجد هاي البروبلم، مست عمرنا ما بنحلها لو بدنا نحلها بكل الاحتمالات. مشان هيك احنا بحاجه ايش؟ ان نعمل ريديوس للسيرش كومبلكسيتي، التايم كومبلكسيتي. واضح يا شباب وين اجت النيرست نيبر؟ هلا هون رسم لك اياها، بحكي لك مثلا الباث لو رحنا من A ل B ل C ل D ل E A، ليش الكوست 375؟ لانه تراكم، احنا بنقيس 100
صح، من A ل B كانت 100، ومن B ل C قديش الكوست كانت؟ 50. مشان هيك طلع عندنا لما وصلنا السي قديش كنا ماشيين فعليا؟ 150. واضحة يا شباب؟ من A ل B كانت ايش؟ 100، ومن B ل C 50، معناته لما وصل من A ل C قديش كان ماشي؟ 150، اللي هي من A ل B 100 زائد 50 150. واضح من وين اجت الارقام هون عندك بالمثال؟ واضح؟ يعني هاي مسافة السي من A، بعد السي عن الA قديش صار؟ 150، مش المسافة بين B و C 150. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ واضح دكتور. واضح. ولد دي 250 لأنه كانت المسافة بين سي ودي 100، فمية زائد 150 250، يعني بعد المدينة دي عن الA بالباث اللي أخذناه. شو الباث اللي أخذناه من A ل B ل C ل D؟ عند سؤال. واضحة يا شباب؟ فزي ما حكينا أحد الاستراتيجيات اللي كانت عندنا إيش؟ النيرست نيبر. هلا البرانش اند باوند بنيجي له لقدام بس لانه باخذ وقت بنحله، واللي بيعمل عليه برزنتيشن لنا بالاكسرسايز يبعث لي اياه بنعطيه عليه علامتين زياده. هلا اي طالب عنده بحاول يعمل برزنتيشن عليه، يعمل سلايدات ويشرح فيه او يعمل فيديو يسجل فيه نص ربع ساعه ثلث ساعه يشرح لنا فكره البرانش اند باوند تكنيك ويبعث لي اياه ايميل، ان شاء الله بيكون له علامتين زياده غير. هلا نكمل. هلا في عندنا بالاستراتيجيات السيرش نوعين، في شيء اسمه جول دريفن وفي شيء اسمه داتا دريفن. شو الفرق بيناتهم؟ هاي اللي بنسميها فورورد تشيننج، هاي بنسميها باكورد تشيننج. شو الفرق بيناتهم؟ شو الفورورد داتا دريفن؟ هاي احدى الاستراتيجيات، داتا دريفن سيرش اللي بنسميها فورورد تشيننج، والجول دريفن العكس باكورد تشيننج. شو الفرق بيناتهم؟ طيب الداتا دريفن بيحكي لك شو بنعمل، ناخذ الفاكت للبروبلم بنطبق الرولز والريجال موفز حتى نوصل للجول. المثال عليه زي ايش؟ زي هاي البروبلم، بدي اوصل مثلا زي هاي البروبلم، اعطاني هاي الانيشال ستيت وهاي الجول ستيت وطبقنا زي هيك. هاي شو بنسميها؟ فورورد تشيننج داتا دريفن. بلشت من البيانات اللي عندي حتى وصلت الى ايش؟ للجول، صح؟ هاي بنسميها ايش؟ داتا دريفن. طيب الجول دريفن العكس باكورد تشيننج، شو يعني؟ لو بدي اشتغل باكورد تشيننج ببلش من الجول ستيت بشوف شو اللي بينطبق عليه من الحركات حتى اوصل للجول الانيشال ستيت. هاي بتركز على ايش؟ الجولز. بدنا نوجد شو الرولز اللي ممكن وصلتنا للجول، ان بنضل نمشي بطريقه عكسيه حتى نوصل لسب جولز للبروبلم حتى نوصل للفاكت الرئيسيه. طيب هنا طبعا السولفرز لسيم ستيت سبيس سيرش، بس شو راح يختلف عندنا؟ السيرش اوردر، وممكن يختلف الاكشوال نمبر اوف ستيت سيرش ممكن يختلف. طيب وضحت معكم شو الفرق بين الفورورد والباكورد؟ هلا لو حكيت لك، لو حكينا مثلا عندك تحليل طبي، شو بتتوقع نستخدم الجول دريفن ولا الداتا دريفن؟ وليش؟ يعني الدكتور مثلا الجول. دكتور الجول ممتاز. ليش يا دكتور؟ لانه التحليل بيكون عندي نتيجه والدكتور بصير يفحص النتيجه عشان يشوف شو الخلل. صحيح. هلا لو مثلا حكى لك الدكتور يا صباح الله روح اعمل تحليل مثلا زي فحص سكري، صح؟ هاي لانه شو مثلا شاك معك يا صباح الله؟ سكري، مشان يوصلك ايش؟ من الجول يوصل للسب جولز اللي لك. لو بده يجرب داتا دريفن، بده يجرب من الفاكت ويطبق عليها الرولز، ممكن يحكي لك اعمل كل تحاليل الدنيا، صح؟ صح، اعمل مثلا كل تحاليل الدم مشان يعرف شو المشكله اللي عندك. هلا الداتا دريفن زي ما طبقنا مثلا بالانفيرنس رولز، ولا شو كنا نطبق؟ داتا دريفن ولا جول دريفن؟ شو كنا نطبق لما حكينا مثلا اثبت انه اس ترو؟ كنا بالانفيرنس رولز. شو كنا نعمل؟ فورورد تشيننج داتا دريفن، صح؟ من الكرنت فاكت حتى نوصل للجول نثبته. لما كنا نشتغل باكورد تشيننج او جول دريفن، من الاس نحكي وين الرولز اللي بتوصلنا الوصلت للأس، صح؟
هلا حسب طبيعة البروبلم الاثنين بيحلوا لنا المشكلة بالستيت سبيس جراف اللي مثلنا البروبلم على الجراف، بس شو ممكن يختلف؟ عدد الستيتس طبعا حسب طبيعة البروبلم، اما نستخدم داتا دريفن او جول دريفن. واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب نكمل. هلا مثلا بحكي لك هاي حسب البروبلم اللي هون، مثلا ممكن لو استخدم باكورد يكون 2 قوة 10 حسب هاي البروبلم انه الاجداد والآخرة، وممكن هون يكون لو استخدم فورورد يكون 3 قوة 10. واضح؟ طيب هلا بس نشوف هاي الجول دريفن زي ما حكينا، هاي الداتا دريفن وهاي الجول دريفن. طيب هلا بس نشوف هذا الشكل قبل ما نبدأ. هاي بتعتقد جول دريفن ولا داتا دريفن؟ هاي شو بتعتقد، انه جول دريفن ولا داتا دريفن؟ الشكل اللي عندنا هون شو يا شباب؟ جول دريفن. هاي داتا، اذا لاحظنا بلشنا من هون حتى وصلنا للجول اللي بدنا اياه هاي داتا دريفن، بس لو بلشنا بالعكس من هون حتى وصلنا للبدايه بتصير جول دريفن. رح نجي لهم لقدام بس ناخذ التمثيل الجمل والى اخره. طيب كمل. نشوف اول استراتيجيه بالسيرش باللاين سيرش، راح نشوف استراتيجي هاي طبعا زي باك تراكينج. باك تراكينج راح نشوف كيف ببلش حتى يوصل من الستارت ستيت حتى يوصل للديد اند الى اخره. طيب شوف فكرته هذا، لو بدنا نوصل مثلا حكيت لك اوصل لوجد للسوليوشن باث من A ل D باستخدام مثلا الديبث او الباك تراكينج استراتيجي. شو راح نسوي؟ لو حكيت لك وجد للسوليوشن باث بين المدي، هاي يعتبر انهم مدن بين الاي والدي، شو راح يعمل؟ لو على الدبث اخذت الدبث فيرست سيرش شو راح نزور؟ يلا يا شباب شو راح نزور؟ اول ابن له ايش كان؟ البي. بفترض الجول بالدبث بدي يجي من هون، هل في عندي اي مؤشر وين اروح؟ لا، بلايند سيرش، مش هيك سميناه سيرش اعمى، ما فيش عندنا هيورستيك. باخذ من اي لبي، برجع بشوف شو اول ابن للبي عنده تو تشيلدرن اي واف، شو باخذ؟ الاي. الاي بفترض انه كل ما مشيت بالعمق افضل، برجع باخذ ايش؟ الاتش. وصلنا الاتش ليف نود زي ما حكينا ما لهاش ابناء، شو برجع باخذ؟ الابن الثاني للاي اللي هو اي. افترض كمان في ابن هون كان ال، شو برجع اخذ؟ ال. هلا اخذت الاي والبي، وين برجع اخذ؟ الاف صح؟ بعد الاف شو برجع بزور؟ الجي. الجي مش جول، شو برجع اخذ؟ السي. سي صح؟ السي اوريدي الاف زرناهم مش رح ازورهم صح؟ هسا بنشوف كيف بنرتبهم انه صاروا اوريدي بالديد اند صح؟ انا شفت الاف وشفت الجي، في داعي ازوره مره ثانيه؟ لا، لانه مش رح يوصلني لحل. بشوف السي شو له كم ابن هو؟ تو تشيلدرن. الاف والجي كونه الاف زرناهم ووصلناش منه مش رح نزوره، رح نزور ايش؟ الجي صح؟ بعد الجي برجع شو بزور؟ الدي. بعدين بحكي لك السوليوشن باث من A ل D، هاي مثلا بالدبث. طيب لو كانت بالبريث شو بتكون؟ البريث شو مبدا عملها؟ بنزور ليفل باي ليفل صح؟ يعني بزور الـ A بعديها شو بزور؟ B. الـ B بعد ما زور الـ B شو بزور؟ C. C. هسا بنشوف كيف عملنا لها امبلمنتيشن حتى نقدر نعمل. بعد ما زور الـ C شو بزور؟ الـ D. وصلنا للـ البروبلم هاي عندنا، هي الافضل كان الدبث ولا البريث؟ بريث. بريث كم واحد؟ 1 2 3 4 وصلنا، بينما بالدبث 10. طيب رح نيجي كيف نعملها امبلمنتنج كله. طيب لو كنا مثلا حكينا من A ل H ل I عفوا او H، هي الافضل الدبث ولا البريث؟ حكيت لك اوجد السوليوشن باث من A ل H،
الدبث صح؟ بروح من A ل B ل E ل H. طيب لو كانت في البريث تزور ال A وال B وال C وال D وال E وال F وال G حتى أوصل لإيش؟ لل H. تمام؟ طيب لو حكينا معناته حسب طبيعة البروبلم، هل هاي أفضل من هاي؟ لا، الاثنين بلايند سيرش صح؟ في أي مؤشر أنا وين أروح أختار البي ولا السي ولا الدي؟ مثلا بدي أحكي لك وجود السولوشن باث من الاي للاتش بالديبث ولا البريدث ولا الآخر، في عندي أي مؤشر أي واحد أختار من أبناء الاي؟ لا، مشان هيك كذا سميناه بلايند سيرش. راح نشوف لو كنا نشتغل مثلا 8 بازل عليها أو الإكس أو، شو بجرب لو كنا نشتغل على الديبث؟ صح، بكون عندي امتي بورد بحط 9 لهم 9 احتمالات، احط الاكس. افترض كنت حاط الاكس على الكورنر، شو ببلش بالدبث من الكورنر حتى اشوف احسن حل، ما وجدت شو برجع للحاله اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها اند سو. طيب الباك تراكينج استخدم 4 ستيتس. الستيت الاولى استراتيجي، هاي طبعا كيف انه بمشي لنطبق عليها الدبث. السي اس شو بتعطيك؟ الكرنت ستيت وين هو موجود. الاس ال اللي هي ايش؟ السوليوشن باث اللي لحد الآن. يعني أنا لما روحت من A ل B شو كان السوليوشن باث؟ إنه من B البيرنت إلو إيش؟ A. روحت من A ل B، لما وصلت A C هسه بنشوف كيف بتغير السوليوشن باث. طيب والآن أسأل راح نشوف اللي الستيتس اللي بعدني ما زرتهم مش الأبناء، والدي إي ديد إند اللي زرتها ومستحيل توصلني لجول. طيب انتبه معي هون، هاي الفانكشن بشكل عام اللي شرحناه، هسه بنشوف كيف نعمله المحاضرة الجاية بنبلش. طيب هلا الاي هاي اول ايتريشن، شو كان السوليوشن باث عندنا؟ هاي اول شيء ايه، شو السوليوشن باث بالبدايه؟ ايه، في غيره؟ طيب شو بانتظار ازور اولاد مين؟ الاي اللي بانتظارهم. في شيء بالديد انت يعني زرته مستحيل يوصلني لجول؟ لا بالبدايه. طيب بس الهاي ايتريشن نمبر 0 اول، بعديه شو ابناء الاي كيف برتبهم؟ بي سي دي صح؟ واضح شباب؟ لأنه إيه حكينا إذا كانوا على نفس الليفل نفترض إنه منزورهم left to right. شو أبناء الـ A راح يكون عندنا B C D صح؟ طيب أول حالة شو صارت الـ current state؟ الـ B. شو solution path عندنا؟ شو solution path صار عندنا؟ B A B B A B أو B A، يعني الـ B جاي من الـ A. في إشي بالـ dead end؟ في إشي إنه مش راح أزوره؟ في اي نود عرفت انه هذا مستحيل يوصلني للجول ستيت تبعتي؟ لا لا لحد الان. طيب هلا صار عندنا بالكرنت ستيت شو اخذنا الاي بعدي، هاي بعد ما خلصنا من الاي اول اشي كانت الاي الكرنت ستيت اي سوليوشن باث اي، شو بانتظار ازور كل ابناء الاي صح؟ والديد اند امتي. بعديها شو بعد الايتريشن اخذنا ابناء الاي اللي هي بي سي اي ومنحط الاي باخر الان اسال انه هاي ممكن اشوفها، يعني ممكن اعملها عدد انت اضيفها. شو السوليوشن باث صار عندي؟ بي اي. وشو الكرنت ستيت؟ بي. واضح؟ طيب بس اخذت البي، لاحظ احنا حتى نزور بالدبث مش ليفل باي ليفل، انا شو كل ابناء البي وين بضيفهم؟ على بدايه الليست قبل جيرانه اخوانه اللي كانوا. شو ابناء البي؟ اي اف. بصير عندنا اي اف بي سي دي اي بالهاي. شو الكرنت ستيت؟ اي. شو السوليوشن باث؟ اي بي اي. واضح؟ في اشي بالديد انت؟ لا. بعديه بشوف ابناء الاي، رح نيجي له المحاضره الجاي بنحله كامل مع بعض بس نشرح كيف بيعمل. ابناء الاي شو ابناء الاي؟ اتش اي صح؟ شو صار السوليوشن باث لما وصلت الاتش؟ اتش اي بي اي صح؟ طيب هلا وصلنا الاتش، هذا وين بضيفه يا شباب؟ هذا ليف، وانا حكيت لك اوجد الجول ستيت من انيشال السوليوشن باث من الانيشال ستيت اي للجول ستيت دي. هل الاتش راح يوصلنا للجول؟ لا لا. طيب هل الاتش له ابناء؟ لا. وين بضيفه؟ على الديد اند. شو يعني بالديد اند بالليست؟ انه هذا ممنوع ازوره مره ثانيه. طيب لما ضفته شو بصير بدايه الليست عندي؟ اي صح؟ انتبه معي كيف تشتغل الباك تراكنج استراتيجي. لما وصلت الاي له ابناء؟ لا. وين بضيفه كمان؟ وين بضيفه يا شباب؟ على الديد اند ليست. طيب انا لما وصلت الاي الاي ظل له ابناء؟ لا لا، معناته بضيف الاي والاي مره واحده وين؟ على الديد اند. عشان هيك برجع لوين؟ للاف. طيب رجع للاف كمل، شاف الجي، الجي شو هاي؟ ليف.
هل ظل له أبناء؟ لا. شو بشيل؟ الجي والأف وشو كمان؟ مرة واحدة بي. والبي هذول كلهم بضيفهم عدتين، مشان هيك رجع مباشرة لوين؟ للسي. سي. لما نضيفوا عدد انت هلا السي له تو تشيلدرن، الاف والجي الواحد من ابنائه على الاف كانه مش موجود، كم ابن له؟ واحد صار اللي هو ايش؟ الجي شي. صح. هلا الجي مش قول بيرجع بضيفه وين؟ عدد انت شو بشيل؟ الجي والسي مره واحده صح، لان السي ما ظلهوش ابناء. واضح يا شباب؟ طيب هلا الدي كان الكل. طب افترض انا حكيت لك اوجد لي السوليوشن باث من اي لزي، في سي، وصلنا الدي، شو برجع بضيف؟ عدد انت الايه. هلا لما يكون ما ظلش ولا نود عندنا، معناته شو؟ زرت كل النودز وفيش سوليوشن باث صح. لما يكون كل النودز بالديد انت شو معناته؟ شو معناته؟ انا زرت كل النودز وفيش سوليوشن باث. لو حكينا مثلا سوليوشن باث من A ل Z، فيش عندنا Z صح. هلا بس وصل للدي، وين صارت كمان الاي؟ بدد انت، معناته مشان هيك مش راح يكون في سوليوشن باث. هذا اللي حكيناه بالمحاضره الجايه، بناخذ عليه امثله. هاي الكرنت ستيت كانت ايه؟ السوليوشن باث ايه؟ لان اسال ايه؟ الديد انت كان امتي؟ شفنا بعدين ابناء الاي شو كانوا؟ ابناء الاي يا شباب شو كانوا؟ ابناء الاي من وين عرفتهم؟ هاي بالان اسال الانتظار، البي والسي والدي والاي كانت بالاول صح، معناته ابناء الاي بي سي دي ايه. طيب انا وصلت اول حالة بي، شو صار السوليوشن باث عندي؟ بي اي. بعدين شو ابناء البي؟ يلا احكي لي من وين جبتهم؟ شو ابناء البي؟ هاي بنعمل جنريت لابناء البي، شو كانوا؟ اي اف، لاحظ صح، هذول الاوريدي موجودات البي سي دي اي. شو صار السوليوشن باث؟ اي بي اي وهاي لي. لاحظ انه دائما بداية الثري ليست، السي اس والان والاس ال والان اس ال، بدايتهم لازم يكونوا ايش؟ زي بعض. هاي اي اي بي بي بي، واضح. طيب شو ابناء الاي؟ شو ابناء الاي حسب اللي عندنا؟ هاي شباب شو ابناء الاي؟ اتش و اي. اتش و اي. طيب شو ابناء الات؟ ملوش ابناء، ليش؟ لانه صار بالديد انت هي صح. صح. شو ابناء الاي؟ ملوش ابناء لانه صار بالديد انت. ليش ضفنا الاي معه؟ لانه الاي ما ظلهوش ابناء، له كان ابنين الاتش والاي، بنشوفهم المحاضره الجايه كيف بنحلهم مع بعض. ضفنا الاي والاي عليهم صح. طيب هلا رجعنا لوين؟ للاف. شو ابناء الاف؟ شو ابناء الاف يا شباب؟ الجي. هي ضفنا جي بعدين ابناء الاف. طيب شو ابناء الجي؟ ملهوش ابناء. والاف البيرن تبعه ما ظلهوش ابناء، والبي ما ظلهوش ابناء، ضفناهم كلهم وين؟ عدد انت. هيو ضاف البي والاف والجي، شو رجعنا على وين؟ على السي صح. شو ابناء السي؟ جي. هي اعطاك السوليوشن باث جي سي اي صح. طيب شو ابناء الجي؟ مش مكمل عندنا. لا هون مش مكمل عندنا، بس كان موجود. بنشوف ان شاء الله المحاضره الجايه بنحل مع بعض على الباك تراكينج والديبث والبريدث ان شاء الله، ونشوف كيف بنرتب الليست. اي استفسار يا شباب؟ اي استفسار؟ طيب بس بعد اذنكم ناخذ حضور وغياب. هديل مشهور؟ هديل. نعم نعم موجود. عبد الرحمن. اوكي هديل. نعم دكتور. طيب نعم. سيف، سيف بني عواد. سيف، سيف صفاء أنور. حاضر. أحمد بهاء الدين. أحمد بهاء الدين بتول الطويل. بتول بتول طيب. نعمات. نعمات رهف رواجده موجودة دكتور. اوكي رؤى عبابنة موجودة. رهف عماد. رهف موجودة عماد. دكتور. طيب بس قبل ما نكمل اليوم شباب ان شاء الله بحط لكم الوظيفة الأولى، ومع كل الأسبوع القادم تحلوها، بحط لكم الموعد للسبت القادم ان شاء الله، نهاية السبت يعني قبل الدولة. طيب ميسم، ميسم خصاونة.
ميسم خصاونة. هاشم. هاشم. هاشم محمد. يحيى رجوب. يحيى. نضال. جنى جودت. جنى. نعم دكتور. رهف عبيدات. رهف. سارة. موجودة دكتور. شيماء. شيماء سمير. عبد الرحمن. عبد الرحمن الأشقر. معاذ نضال. معاذ. نعم دكتور. دانيا. دانيا صالح. عمار عبيدات. عمار. إيمان عبد الهادي. موجود دكتور. طيب إيمان. أوكي. محمد الجمال. محمد عبد المنعم. سالم محمد. سالم. سالم محمد. رهف أمجد. موجود دكتور. أوكي رهف. عبد الله الجراح. موجود دكتور. عمر الجراح. عمر. رسل. رسل. حمزة الخطيب. رغد بلال. موجود دكتور. بتول محمد. بتول محمد. رؤى محمود. موجودة. أحمد غازي. أحمد غازي. أحمد عدنان. موجود دكتور. عمار الزريقات. عصام عفر. عصام الزريقات. عصام. عصام. أوكي رسل. محمد صلاح. موجود دكتور. ألاء شخاترة. موجود دكتور. أوكي. أسامة سليمان. موجود دكتور. إسماعيل قاسم. نعم دكتور موجود. أوكي. إن شاء الله زي ما حكينا اليوم بتكون الوظيفة عندكم على الماتيريال اللي أخذناها على تمثيل البيانات والإثبات والكلوز فورم والريزوليوشن والإنفيروس. يعطيكم ألف عافية دكتور. تفضلي صبية. دكتور ما بعرف إذا صوت طلع بس حكيت لك أنا موجودة. شو اسمك صبية؟ بتول طويل. اسمك أوكي بتول خلص. أي استفسار يا شباب؟ يعطيكم العافية.